أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعزيه لشعبي سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين مخلفا قتلى وجرحى. وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للبلدين. أعرب عن خالص تعازي لشعبي سوريا وتركيا ولأسر ضحايا هذا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط. وأكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي واستعدادنا لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الزلزال. مرة ثانية خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله بسرعة شفاء المصابين.